صبحي، نواف صبحي بتمريرة طولية برأسية في العمق يحاول اختراق الدفاع، وديغاو يبعد الكرة إلى ركنية بعد تدخل من ديغاو. Past the couple, brilliant play from Vitor Sava, teeing up Aliti, and the block comes in from Diggow. Terrific block for Diggow. لكن مقطوعه ايضا، انت تلاحظ الان اللي جالس يصير امامنا في الدقائق السبع للمحاولات الهلاليه والدفاع الاهلاوي، وهنا المرتده ولكنها ما اكتملت على اساس تكون في الاخير. ضرب الكره الان لرافينا، رافينا فرناندو، ولكن تدخل من ديغاو. ديغاو يتدخل اللي قدم مباريات. كرة مقطوعة عالية طويلة إلى الأمام، ديغاو يا سلام بثبات كبير. لا لا لا، لاعب The plays of Zori Al-Dosari immediately Sawid Kariri will hand over the captain's armband to Yasser. اظهار نظر پیرامون این صحنه با کارشناسان محترم داوری خواهد بود. طلع زبيدي على الطرف الايمن، انطلق علي زبيدي، تحرك هو ظهير وهمي لكنه يلعب بخط الوسط. كله في الخليج اليوم، كره منقوله داخل منطقه الجزاء، ابعدوها سوق اهلاويه سريعه، محاوله وانطلاقه رائعه جدا على الطرف، منصور انطلق، تغطيه من ديغاو. اوه ما بعد ذلك ربما ابو السبعان وصلت الى مختار لم، لا ديغاو ما يلم، اللقطه الماضيه فيها خطا. Still able to keep it in play, Abdulaziz. Sultan. در میانه زمین بازیکنان ما، یعقوب کریمی حرکت میکنه از سمت راست، تکل اخذها مصطفى بصاص، مر بصاص يحاول يلعب يعمل الفارق، لكن تغطية عليه اثنين من اللاعبين.